الايام الثقافيه واش كان في ساعه الجمعيات ولا دبرتوا انتم في مقاطعه سيدي عثمان بشكل انفرادي؟ ايام الثقافيه تندبر المجلس نديرو حنا وتنجيبوا الجمعيات يحضروا معنا. حنا مع العلم انها الايام الثقافيه دائما تتكون في تيدير المجلس وحده واخبار الجمعيات اللي كاينه موجوده في التراب. الاضافه النوعيه هنا هو نجاح هذه الايام لحد الان ان شاء الله، نتمنوا الله يكمل فيما تبقى. مثلا غدا ان شاء الله عندنا حفل الاحتفال بالطالبات المتفوقات في دار الطالبه، اللي عندنا 200 وحده في دار الطالبه، اللي كل سنه خصنا نمشيو عندهم ونريحوا معاهم ونبركوا معاهم مع رئيس الجمعيه الحاجه المعمه ومع المديره ومع المنتخبين ومع رئيس المصالح، ونريحوا مع هذوك الناس ونتعشاو معاهم ونريحوا معاهم ونتكلموا معاهم ونتكرموا هذوك المتفوقات. غدا نكرموا 9 المتفوقات من دار الطالبه اللي حصلوا نتائج مهمه جدا. عاده الايام الثقافيه تدور في شهر 11، هذا هو الحقيقه في الاول 11. هذا العام شهر 12 اللي وقع نظرا للاحداث التي وقعت منها الزلزال، كذلك منها احداث غزه وعدد الامور ما خلاتناش نديروها في وقتها، اجلناها جوج مرات باش نديروها في الاسبوع الاول في شهر 12، وهذه هي النسخه 15. يعني عندما نقول 15 سنه جيل خدنا من خلاله تجربه كبيره ننظموا هذه الايام الثقافيه المتنوعه. استثناء في هذه السنه هذه العنوان ديال الدرس ديال التضامن، حيت ما وقع في زلزال الحوز كان بثبات كما كان منحه، فهو ملحمه ديال المغاربه بينهم خلال المغاربه انهم مضامين وانهم مساندين وانهم شعب متضامن قوي جدا. هذه السياسه هذه، من لم يتاثر بالمشاهد اللي شفنا عبر التضامن ديالنا فهذا فيكون ما فيش المواطنه. المواطنه كان من النادر المؤثره فعلا، كان الحدث ماشي سهل، حدث كبير، ولكن نقول لك انا اليوم في الجانب الاساسي في هذا الشيء هو اننا اليوم نعتزوا بالتلاحم ديال المغاربه امام الملك جلاله الملك والحكومه ديالو والشعب ديالو اللي كان في المستوى الكبير. هنا هاد الايام الثقافيه خدناها في 11 يوم، ما هو فيها ما هو ثقافي، ما هو رياضي، ما هو جمعوي، ما هو تربوي، ما هو تدشين منجزات، نعطي المنجزات اللي غادي اللي دارت هذه السنه، نقول استثناء ندير فيها حصيله ديال سنتين، وفيها كذلك اختتام بدعم الفرق الرياضيه لا العصبه ولا الوداديات، ودير واحد الشراكه في الاخر الوداديات، اضافه الى اعذار اللي غادي يكون كالعاده في هذا الجانب. نقول لكم اليوم فهذا جانب اساسي في العالم، لان هذا 11 يوم رغم انها متعبه شويه، ولكن الحمد لله الافتتاح والايام كلها كانت في المستوى. غريب ان دير مقاطعه ندوات ومحاضرات يحضروا الناس، غريب ان مابقاش يديروا مابقاش يحضروا الناس، ولكن احنا الحمد لله حضروا ناس في اطار ديك الندوتين، لا ديال 20 سنه تدبير واحد المدينه، ولا اليوم ديال درس ديال التضامن اللي هو الاساسي في الايام الثقافيه، ولا كذلك العرض في السينمائي يتعلق بالصحراء المغربيه اللي كان هو مؤثر البارح، وعدد ديال الشباب اللي حضروا كان مؤثر في هذه العمليه اللي كرمنا من خلاله معتقلين اللي عندهم 27 سنه ديال السجن، 24 سنه ديال السجن، منهم دي بيلوت ومنهم دي ضباط، وهذه الحمد لله هذه تحسب لهم خطا سيسمي.